يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المصاعد التي تكون في العمارات أو في المستشفيات، هل يكون فيها خلوة إذا كان رجل وامرأة فقط؟ المصاعد التي تكون في العمارات أو المستشفيات، هل يكون فيها خلوة إذا دخل فيها رجل وامرأة فقط؟ أي نعم، إذا دخل هو امرأة ليست من محارمه هذه خلوة، يطلع ويخلي المصعد، يصير بها المرأة وحدها. نعم.